مرحبا بكم في معمل واليس. معمل واليس انا حنها توا في البيروات، هذاك في البيروات حبيت نوريكم هذا سي لي بيرو دو برودكسيون تاع واليس. احنا هوني على لوكازيون تاع اي وينك شنو امورك استاذنا؟ السلام عليكم. اهلا 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 سي زكريا، شنو احوالك؟ انت بعد شنو هي 207 سودان 206 سودان؟ عايش علينا فيها، تنحكي فيها بعد؟ بعد. بوغ انفو احنا جربنا لواليس شنو اسمها هي؟ 216 و لا هذه الاكتويل عاد. الاكتويل شنو اسمها هي؟ هذه 716 هذه 719. 719 سامحني فوالا. عرفتك اللي باهي هي شعلينا فيها. هذه باش تلقاوها اون فيديو كالعاده على شانيل اكتويتو. هذه فيديو نتاع البرزونتاسيون نتاع لوزين نتاعهم. باش نحكي لكم شويه على شنو قاعد يجرى عند واليس. كان ان ابديت بارابور ليكيب واليس. احنا نحبوا نهنيوهم زادة على لا لونجيفيتي نتاعهم واللي هما شدوا صحيح وفي قاعدين يقدموا اهم حاجه. ايوه وهذاك هو اللي حكيناه، خاطر برشا عباد من الاول كي راهو البروجي واليس مع ليزيس وليغيس وكل تصوروا انها جوست باش تقعد هذاك الكرينو الصغير هذاك واللي هما ما همش يفولوا. واحنا داير احنا وقت حكينا في الفيديو داير احنا راه عملنا اون فيديو نتاع لوزين نتاع واليس موجوده على اكتيوتو على شانيل اكتيوتو. احنا وقت مازلنا ما عملناش لو شانيل اكتيوتو اكسترا. انتم تو تفرجوا في اكتيوتو اكسترا، تكتبوا اكتيوتو هكا وتطلع لكم لو شانيل زاد كيف اكتيوتو تلقاو زاد اون انفورماسيون فوق لوزين نتاع واليس فوالا. وحكينا فيها وقت زاد اللي الكونستركتور اللي هو ايفولو هو اللي يكون الباهي معانا اللي نحبوه احنا. علاش؟ على خاطر اللي ايفولو ديما يحسن حاجات ك سيرفيس كليونتيل ينجم يكون زاد راهو سيرفيس معناها يحسن مش كان في الكهرباء. ساعات هذه تنجم تكون عندك مشاكل في الكهرباء، مي كي تلقى حد ديما يسمعك ويرقل لك وكل شيء الاكسبيرينس تتعدى خير برشا، خير من اللي انت كي تجرى لك مشكله واحده في حياتك الكل وتلقاها ماهوش موجود جمله وما عندكش قطايع تطلع لك يطلع لك الجهاز منها كما نقول واحد. باهي هما من الاول ديجا احنا وقت اللي حكينا على لي فيكول نتاع واليس ديجا عملنا ليسي زاد نتاع 216 وال 619 فوالا اللي هو لو بيتي بيك اب والكهرباء 5 بورت صحيح فوالا. داير كان في نفس المكان هذايا الكهرباء هذيك تو وقفت. داير صورناهم الزوز هوني في نفس الوقت. رجع عندها قداش؟ عند عامين؟ اي تقريبا عامين. اي عامين ولا في جانفي؟ في جانفي. احنا ديما جانفي يجي شهر واليس شهر واليس فوالا. دونك واليس هنا نشوفوا اللي الكهرباء تجي كيما هكا اي مدهونه. لا مدهونه حاضره سو بليزيور كولور. هما يكمانديو يظل عندهم اون كونفيغوراسيون معناها كوا شنو تشكيله الكوموند نتاع الدهنان. للمعلومه لازمنا نعرفوا اللي هو الدهنان ماهوش حاجه سامبل اكسيسيبل للناس الكل. علاش؟ على خاطر ثم توت ان تريتمون اللي هو لو تريتمون هذا هو باش يعطيك. احنا ريناه على ثم دي موديل باغ اكزومبل في دي مارك اوروبيان وبعد خمسة سنين يبدا فيه زديد. ريناها زاده في سيغتان لادا باغ اكزومبل. هو لو بروبليم وين؟ هو في التريتمون تاع الكاروسري قبل الدهنان، خاطر راه لازم نعرفوا اللي هو لو بان دو غالفانيزاسيون. اي سناني راني جايك. هنا اللون اللي تراه هذا راه قشره برانيه حتى شيء، هذا منظر. ريالمون اللي به الفايده هو البلايص اللي ساعات تلقاهم مش مدهونين. هذوكم اللي تفهم بهم التريتمون تاع الكهرباء الاصلاني. مش كان اونتيروي، ثم دي تريتمون شيميك. اللي هما اونتي اوكسيداسيون ا لون تيرم، على خاطر الاوكسيداسيون هو شنو هو الاوكسيداسيون؟ هو الاكسجين، الاكسجين نعرفوه موجود في الهواء. معناها والكهرباء ديما في الهواء، دونك تعيش في الهواء معناها ماش تعيش سو فيد. اش تولي الحكايه؟ تولي اللي هي في ساعه ا تيرم نموسه جديد انت ما ريتهاش وحتى حد ما راه والكونستركتور ما ينجمش يكبتها، تبدا هكاك وتبدا تمشي تستفحل في الكهرباء، تولي عندك اللي احنا نسميه السوس. صحيح فهمت؟ تسوس معناها؟ معناها اون فيت سي دلوكسيداسيون ا ان ايتا تري افونسي، معناها فوتو. كليت لو ماتيريو مع العلم اللي الكهرباء باش تكون خفيفه لا كونسيبسيون تاعها تكون دي تول فين خاطر ولي تول فين وقت تعملهم سو دي فورم كومبلكس يوليو صحاح او كيما تراو هنا هاي كريتها فهمت لا لا تول فين وقت تعملها دي فورم تولي هي صحيحه مي فرد وقت خفيفه سي لو برانسيب تاع الكهرباء هذاك علاش تراوها كيما الباب فيه قشره من الداخل وقشره من برا ومن بعد كيما ملحومين في بعضهم وحاسيب نرجعوا دونك هما يمبورتيوها هكاك سي بور نو با سونجاجي ريالمون في ان تريتمون اللي هو اصعب برشا من اللي واحد واللي الكلفه نتاعو كبيره برشا الكلفه باش تخلط تجيب ان ريزولتا ان تيرم يكون به. هنا لازم نعرفوا لي برانسيب واليس باش نحكي جوست اون بارونتيز جلوبال بارابول للكرهب الكل. هو تكون فيابل
تكون ادابتي لنا احنا ككو دونتروتيان وككو دو مانتنونس، معناها تجرى لك ان اكروشاج كذا، تكسر ضوء كذا، سم القطايع، تبديل القطايع، ديسبونيبيليتي تاع القطايع، ديسبونيبيليتي هما يغلبوا العباد الكل على خاطر هما يصنعوا هوني، فهمت؟ ثم توت ان ستوك ديجا باش نبلك راه، وحنا قلنا ديجا احنا نفدلك، وقلنا واحد كيبدا عنده 206 سودان ينجم يجي تتفرجوا في الليسي تفهموا الحكايه، فهمت؟ ينجم يجي للوليس يقول لهم بلي اعطيوني كذا قطعه كذا، خاطر راهي تركب على الزوز ينجم يشريها. وزيد حاجه اخرى، هي 206 كانت موجوده في المارشي التونسي دايور، راه باش نقولوا حاجه على 206 سودان في حد ذاته وقت اللي جات في 2007 وكل العوام هذوك من كلهم، معناها نحكي على 15 سنه التالي، كانت تجي من عند نفس اللي يجيبه من عنده وليس اللي هو ايران خضرو طبعا اللي هو جيون في مش كان في ايران بركره، وخاطر يبيع في العراق برشا، يبيع في المناطق اللي واللي معانا جديد في الشانيل لازم نعرفوا اللي هو لي كونستركتور راهو هو الماني، مي لي سيت دو برودكسيون تعرفش وين، معناها هو وقت اللي يعطي يبعث لك الكهرباء مش اوبليجي راهو خاطريه فرنساويه تبعث لك من فرنسا راهو داير بيجو في سوشو امون دوني ولات مينيموم تاع برودكسيون، ما ثماش برشا حاجات ولا في ميلوز، هما عندهم زاد سيت كبير في ميلوز وكل ميم، هذوما يصنعوا دو موديل، معناها انت كان تشري ابار لي دو موديل هذوكم الباقي الكل من الكام اتون توا اللي هو باش يجي من بلاد اخرى جمله صح. اللي هو معناها راهو معناها سي سون كومبلكس حكايه ايران ومش ايران راه ما عندهاش اساس صحيح. معناها ايران الشين تركيا البرازيل الارجنتين المكسيك فولكسفاجن اون بون بارتي من لي موديل يصنعوا في البرازيل، اون بون بارتي تصنع في اسبانيا، اون بتيت بارتي تصنع في المانيا، فهمت؟ خاطر علاش؟ خاطر ثم دي كاباسيتي دو برودكسيون، ثم دي كو دانفستيسمون، ثم تشجيعات في البلدان تاع ليزانفستيسور الكل، دونك هما يسامبلونت فيك البلدان هذوك، خاطر يلقى رواحهم ينجم يسربي لو مارشي لوكال، ونيفو لوجيستيك ينجم يخدم معاك القاره هذيك من غير الترونسفير انتر كونتينونتال، معناها باتو. مشاكل الديوانه اللي هما مش كان عندنا. مش كان ديوانه حتى ترانزيت تايم، زاد ساعات انت تصنع كهرباء توا، تقعد شهرين باش تدخل بعد. فهمت؟ مع انت في البرودكسيون بور لانتيغري كي الكونفيغوراسيون تضرب شهرين، معناها الراجل يقعد يستنى 6 اشهر، هذا نحكيو راه قبل ما يجراو الكريز ريسامون تاع لي كومبوزون وكل، نحكيو في الكاردينال، فهمت؟ هاي خلينا نكملوا دونك ستوك موجود في الاخر بالكل اللي يطلعوا بالكهرباء هذه، دونك كيما حكينا لكم ليسي موجوده على اكتيو تو لو شانيل. سينو خلينا نشوفوا كيفاش تتقدم. دونك تعملوا اكتيو تو 719 ولا اكتيو تو واليس يطلعوا لكم توت لا بلاي ليست، احنا جربنا الكراهب اللي ايزون ايتي فوندو باغ واليس الكل سوف الايزيس. هاي لولا نيبو كل. ايزيس لولا نيبو كل، خاطر احنا وقت اللي بدينا لو شانيل اون فيت هي وقت جا عندها برشا ملي تمشي وهما زاد حتى كانت اكسبورتاسيون اكثر من اللي هي لوكال. هاي صح. اسمها الايزيس. باهي هنا حاجه اخرى زاد او نيفو واليس نشوفوا اللي مش كيما الشان دو مونتاج اللي كانت مركزه اكثر على وقت اللي شفنا كما قلنا لكم نجموا تشوفوا راهو الفيديو نتاع المعمل الاولاني نتاعهم. اي فهمت اليوم مش بعيد برشا على هنا اون فيت في نفس فيت دو باتيمون باش نبقى بعضهم صح. للي ما يعرفش وين هما وقت تجي خارج من تونس في اللوتوروت على يمينك اصروا على يمينكم ترى ثم واليس بالكبير هذاك هو. دونك هنا نشوفوا زاد دايوغ حتى او نيفو وكانهم مشاو فيغ لا لاندستريزاسيون اكثر صحيح فوالا الحاجه لا برودكسيون اون شين. مي هنا لازم نعرفوا اللي هو واليس ريالمون شو سكيل في لا لا سكيل في ريالمون هنا هو سي دو غارنيساج. باه خلينا نعملوا اون بارونتيز، لي كونستركتور شو يعملوا في ليزين دو مونتاج راهو ولا اون فيت سي دو غارنيساج كيما يعملوا واليس هوني بالضبط. وساعات تراو اللي الكونستركتور معناها اون فيت الكونستركتور راهو تبشر كله يجي حاضر اي كونستركتور هذه وهذيك 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 وحتى كان تلقاه يصنع في اون بارتي يعمل لها اون اوزين اون فيت ديدي ويوليو دو بارتي سيباري عمره لا يعمل في وسط البرودكسيون تلقى واحد يعمل في الطوله يلحم فهمت معناها مستحيل هذه سي لاكتيفيتي دو كونستركتور اوتوموبيل هذاك اش معناها كونستركتور اوتوموبيل ومن بعد الكونستركتور كان تحب انت تزيد تحل انت جروب تبدا نتاع الشركات وتزيد الشركات اللي عملوك الباقي اللي ناقصك اللي انت مازال تشري ما عند عباد اخرين اللي هو هنا تو في الكام تاع واليس هو عنده اللوكال يعاونوا فيه معناها دون لانتيغراسيون بلو ثم دا برودكسيون لوكال دو كومبوزون ولا دو سوز انسامبل كيما اللي ركبهم واليس بلو لانتيغراسيون تزيد معناها كان ثم شركات يخدموا له في تونس هو راهو ماهوش ما يقعدش راهو يجيب من برا راهو داير معناها ليميت نجم جو بو افونسي لو فيت اللي هو تتكلف له ارخص في تونس صحيح غيان كو لي كو نتاع الترونسفير معناها الترونسبور وزاد لي موديف لي بروبليماتيك الحاجات الجيستيون نتاعهم منك ليه ديريكت مش ميلوات وماشي جايه يولي مثلا كان ناخذوا عجيلي باغ اكزومبل باش ناخذ دوز اكزومبل في الحكايه هذيا خاطر ثم تو دانتيغراسيون زاد انت عندك مثلا العجيلي نتاع ستيب تاخذ انت ما عند امين
امين يولي نجم يجي واحد من امين وقت اللي يعملوا التيست وكل يرى شنو قاعد يصير يبدا عنده بيرو معاهم بار اكزومبل فهمت فوالا انت جبت انا كومبوزون اللي هو ساهل اما ثم حاجات ساعات يغيكلام ان ريزيدون من عندك الفورنيسور هذاك يبدا موجود عنده وين ثم بروبليماتيك لانترفيان سور بلاس ويعطي له فيدباك وتبديل القطعه زاد لا ميزا جوغ نتاعك المشكل هذاك تجرى اسرع برشا صحيح وحده تقعد شهرين ولا ثلاثه باش تجيك القطعه جديده والاخرى بعد جمعه تبدا يبدلوا البرودكسيون دايور هما هنا في الانتجراسيون خلينا نحكيوا خاطر الانتجراسيون مهم برشا كما تراو هنا ثم البلار وكل هي. هما توا مثلا في تونس ثم اشكاليه انه حبوا انه البلار يولي يتخدم في تونس عند سوتيفيف ولا اللي هو فهمت اي واحد يلاوش ما لقاو حتى حد باش يخدم لهم فهمت تو مثلا هما الانتجراسيون عندهم عندهم البطريات عندهم العجالي فهمت عندهم لي زامورتيسور ما عند سيام ما عند معناه يحاولوا باش يمشيو فيغ انه هما اون جينيرال اللي ستاندار يحاولوا يشريوه من تونس صحيح خاطر ستاندار تنجم تشريه من تونس وبرشا حاجات تصنعوا في تونس احنا دونك هو ماذا بيز ثم زاد الكاليتي انت نتاع البرودوي اللي باش تشريه خاطر انت اليوم كان مثلا هو ما يبداش حاضر باش يتبعك احنا تورا قاعدين نمشي ونتبعوا في اللوسونس اللي هما يخدموا به القطاع الكراهب دونك ثم العجيل ياكم في الاخر بكل غاديك هاكم مخبينا كل تيليا كل لا دونك في الاخر بالطبيعه باش نوريكم بقيه القطاع الكل فهمت الموتور زاد يجي حاضر كل شيء غادي ياك ثم الفونتيلو اي 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 بور اكيليبري العجيل فهمت ليه ثم الفونتيلون تاع الرادياتور ثم الوحده نتاع الكليبراج زاد هاي كالتيلي زاد حيت تم هنا ها مسيش خل نوريو هنا جوان كاردون حيت لي كاردون هاكم غادي موجودين فهمت معناها هاكا شويه هاكا ديوريتي تغاديك هاكا هلا هنا مثلا شويه بوات فيتيس لو تران هاكا ها موجود هنا كامل شوف هنا شفنا موتور اي موتور بيدو فوالا فوالا هنا البوات هاي وريهم البوات هاي وريتهم البوات داكور وحنا داخل بحديك دونك كل شيء موجود يجي هكاك هام البيداليير كلهم موجودين دونك حكينا على انتغراسيون شويه ريزرفوار بومبا ايسونس فوالا شويه جوانات هكا نتاع البيبان والكل هنا دونك لازم نعرفوا واليس دونك خدمت كما قلنا احنا هيستوريكمون عملت بالايزيس ايريس وبعديك ils ont assemblé 619 ou 216 تويكا 719 بيه بالحق سي سي اي سي تري انتريسون لو تران اريير ان فيت سي ان تران اريير ان فيت ماهوش راكب في 206 العاديه راهو راكب في 206 سيدان وراكب في 206 بريك خاطر يافي لو موديل بريك صحيح ديجا استعملوا برشا توانسه تاكسي وكل دونك تران ماهوش هو بيدو سما حتى بارتيكولي زاد عندهم قعدت عندهم فوالا خاطر باهي في الاسباس وكل وتون تشوفوا في الليسي زاد تعملوا عليه طله ثم الاسباس في الكوفر في السودان حاجه باهي ياسر تشوفوها كيفاش حتى او نيفو ديزاين زاد بدلوا الكهرباء حاجه اخرى زاد مهمه في الانتجراسيون نسيت باش نقولها باش نقولها تو اللي هي عملوا زاد الكابلاج الكل تعمل في تونس في سوسه ديجا حاجه باهي انه حليت باب اخر هي سي ان نوفو با بور لانتيغراسيون فهمت دون لانتيغراسيون اي وهذا يخلي عباد اخرين يتشجعوا راه باش يحلوا خاطر بابا فهمت باهي حاجه اخرى جوست للي باش يتفرجوا كل تشوفوا هنا الماتريال كله في كرازن راهو بتتر تشوفوا في التلفزه باغ اكزومبل دي زوزين اخرين يبداوا ستوكي في دي ستوكاج كي وثم روبوات وكل ثم بعد ثم ديكو دو برودكسيون في الحقيقه لا كادونس نتاع واليس ما تعطيش اللي انت لازمك تعمل روبو يعقل وحده البلاصه ويمشي يجيب لك لي كومبوزون وانت قاعد في البوست دو ترافاي هنا اونتر برونتيزون بلوس لو طون باش ينجموا يجيبوا الحاجه هكاك فهمت بارابور كادونس دو برودكسيون والدوموند اللي موجوده كيما شفنا كيفاش ايزون ايفولوي من المعمل القديم اللي تنجم تعمل عليه طلا كما قلنا الى ان كونفيغوراسيون كيما هكايا اللي هي كلها معموله من زيرو هذا المعمل اللي احنا واقفين فيه كله من زيرو بدا مع 216 و 619 هنا راهو اتونديفو اللي هو كان واليس باغ اكزومبل لا دوموند تزيد يولي الى امني باش يعمل دي سيستيم كيما هكاك وتراو نفس المنطق اش معناه؟ معناه او نيفو برودكسيون راهو تو تادابت للبزوان اون برودكسيون نتاعك فهمت؟ ما تبداش تعمل في الفوشيك في الزيت كل وقت كل حاجه في وقتها خاطر هنا اون شيرش ليفيكاسيتي كان سي بلوز افيكاس دافواغ ان ماغازان اللي هو يكون اوتوماتيزي وكذا تو يمشيو فيها الحكايه الكومبوزون الكل عمك زاك عملهم في الانفونتير فهمت؟ ما خلاهمش حتى يتنفسوا فهمت؟ هنا دونك نشوفوا اللي هو
حاجة معمولة دون مانيير أنا نقول سمية اندستريال ولا رسكن كان سمية أوتوماتيك لا لا وسي كوم سا راهو هو البدايات ليفوليوسيون تاع الكونستركتور تاو نحكيو على مرسيدس وكل مرسيدس 100 سنة 120 سنة فهمت معناها أنا نجبت مرسيدس مي نحكي لك معناها بصفة عامة يتفو دي ديزين داني في البرودكسيون أوتوموبيل باش تخلط تعمل هذاك راهو تصب فلوس طول وتعمل حاجة ألترا هاي في بالك في بالك زعما شنية شنو الدوموند ديما نبداو بشوي بشوي وانت والدوموند فهمت خاطر انت كان عندك صغيره زاد راهو ثم مشكله اخرى ماشي صغير فوالا فهمت معناها كادونس زي ما تطلع واحده 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 وكهو سوغ سو احنا نقولوا لهم نتقابلوا في الليسي فوالا فوالا للي يحب يشوف وكل والى اللي تعمل لهم دوره هكا 360 باش يشوفوا هاي نعرف دوره 360 اكثر من برشا بيبان ويعدوا فوالا هكا تشوفوا كيفاش لوزين واكتبوا لنا رايكم على الموضوع وكيفاش تراو ليفولوسيون تاع واليس مرحبا بكم في النقاش احنا تعرفوا اللي مثلا ما يتخبى شيء فوالا وبصدر رحب زاد نجاوبوكم ونتفاعلوا معاكم علميا حتى علميا بالطبيعه حتى كانوا معناها اونت برونتيز كومونتير بيجوراتيف معناها مش سلبي ترى اللي مثلا هما شبيهم يعملوا هكا صحيح كل واحد حر في رايه لا نحكيو فيها على خاطر ثم حاجات راهو كيما حكيت لكم سي دي كو دو برودكسيون والمهم هو الانسيدونس نتاعك الكود دو برودكسيون على الكهرباء اللي انت باش تليفريها في الاخر فهمت بوغ افوار ان بري معين فهمت في المارشي لوكال معناها ما وثم الرياليتي مارشي يا ولدي ثم الرياليتي مارشي زيد الرياليتي مارشي حقيقه السوق راه اي اي شنو طالب شنو طالب زيد خاطر تو على الموديل تو تشوفوا في الليسي احنا باش نحكيو فيها الحكايه الموديل راهو حاسينو احنا تو لوكازيون تاع الموديل هذايا مي احنا الفيديو هذايا نقولوا احنا ستوندار فهمت هيا الى اللقاء هيا تفرجوا الى اللقاء قريب في فيديو اخرين على كتوتو اكسترا ان شاء الله هاي سلام